السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع فراس وأنيس وميسون حرف السين الصف الأول، معلمة المادة ست فوزية. تفضلي ست. فراس وأنيس وميسون، فراس يرسم، أنيس يقرأ. سألت ميسون أين سلام؟ علامة السؤال أو أقول علامة استفهام، ما تفرق. سلام في البستان. شارحة طلابي بالكتابة يكتبون بين سطر وسطر، أول شيء ترتيب الدفتر وترتيب الكلمات، ما أكتب سطر جوا سطر، أكتب بين سطر وسطر، أترك سطر وأكتب بين سطر وسطر. يكتبها مرتين، وكتابة الحروف المقاطع مرتين ويحفظها تهج واملاء. حرف السين اللي هو اس للغة يشبه كتابة رقم الثلاثة بالضبط، كلش سهل وجواد مثل الطاسة. اس يجيني اخري، وهذا الاس الوسطي وهذا الاس الاولي، يجيني اخري مثل كلمة فراس، آخر الكلمة إجاني حرف السين. الإس بالوسطي مثلا كلمة ميسون، وبالبداية اسم سلام إجاني حرف السين بالبداية. هسه ويا الحركات أريد هسه الحرف ويا الحركات. ويا الفتحة أقرأ س، ويا الكسرة سي، ويا الضمة سو. بس الاس حرف السين اخليه ويا حروف المد، اس ا سا، اس او سو، اس اس اي سي. بالدفتر اكتب اول ورقة حرف السين الاول والوسطي والاخري، هاي أول ورقة يمليها الطالب. بالورقة الثانية أكتب الكلمات اللي هي فراس وميسون سلام، والطفل هو اللي يمليها. هاي ما يكتبها مو ست؟ لا لا، هاي ما يحتاج يكتبها أصلاً، بس هاي للتوضيح أنا جاي أوضحها لهم. تجيني آخري وسطي أولي. نعم خلاص.